هذا الموكب عبادة لابد يصير به التزام شرعي بأعلى الدرجات، حتى لو الإنسان هو في بيته في سلوكه الشخصي في محله ما ملتزم بالشكل الكافي في بيع أو شراء أو معاملاته مع الناس، من يجي للموكب لابد أن يتعلم كيف يلتزم في محله. إذا هو بمحله ما ملتزم وبدكانه ما ملتزم، هناك لابد يتعلم كيف يتعلم بالموكب كيف يلتزم حتى يأخذ من هذا التعلم في محل. وهذا به ضوابط عديدة كثيرة وبها تفاصيل لا يمكن حصرها. مثلا الخطيب الذي نختاره مو فقط الخطيب اللي يستدر الدمعة، وإن كانت الدمعة هي رسالة الموكب، ولكن مو فقط خطيب يقعد على أعواد منبر الحسين اللي هو منبر التقوى ويبدأ ينكل بالآخرين ويهجوهم وينتقدهم أو يكذب عليهم بأشياء وخرافات وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان، أو يتحدى المرجعية الدينية أو ما أشبه ذلك من الأمور، هذا خطيب ما راح يفيدنا. هذا مو اللي يختار أيضا يتحمل مسؤوليته. وكذلك المنشد الرادود الشاعر والجميع، العمل كله في الموكب يكون عمل مأخوذ بنظر الاعتبار فيه الضوابط الشرعية المقاييس الشرعية، هذا شيء أساسي حتى ينجح الموكب. ما كان لله ينمو إنما يتقبل الله من المتقين، هذه مسألة أساسية.